التي قامت بها جمعية حقوق الإنسان انتفاضا ضد هذه المستشفى. معنا رئيس، ما تصريحكم عن هذه الوقفة والتنديدات التي نتم بها؟ اليوم درنا وقفة احتجاجية باسم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في عرفوت من أجل ترد الأوضاع الصحية بعرفوت، وهي مصحبات القضية كارثية في عرفوت، حيث أننا عندنا نقص مهول في الأطر الطبية، نقص مهول في الشبه الطبية، الآليات ما كاينينش، وزيادة على تهريب 4 ديال الأطباء اختصاصيين كان المفروض يكونوا معينين هنا في عرفوت، ولكن مع كامل الأسف أنهم ما التحقوش عندنا، مع أننا كنشوفوا بأن عرفوت والنواحي تقريبا شي 70,000 نسمة عندها 3 الأطباء عامون. هل يعقل بأن 3 الأطباء عامون من أجل 70,000؟ ولا جينا نشوفوا أن الاختصاص عندنا واحد، في الوقت فاش كنلقاو بأن قلميمة عندها 16,000 نسمة، عندها 6 الأطباء عامون و 11 الأطباء خاصهم أصحاب دوائر الاختصاص، وبغينا نشوفوا هذا العدل هذا اللي ما هو ما كاينش بين المدن. واش هذا الشيء دابا من أجل الانتماءات؟ ولهذا حنا نطالب السيد الوزير والسيد المندوب من اجل الزياده في الاطر الطبيه، لان عندنا نقص مهول، زياده في الشبه الطبيه، زياده في الممرضين. لهذا حنا كنوقفوا وكنحتجوا، اولا ما عندناش بعد الدواء ديال الناس ديال السكري، ما كاينش الدواء ديال الناس الضغط، ما كايناش تحاليل لنفس، الراديو دائما خاسر، كلش الناس يتوجهون الى الراشدية. سبق لكم انك ولهذا احنا في حاجة ماسة من اجل اصلاح وتجهيز غرفة العمليات، لان لا يعقل بان المستشفى الوحيد ل 14 الجماعة الترابية ما يناهز 140,000 نسمة كيبقى بلا تجهيز بلا والو. ولهذا نحن نطالب بتجهيز واصلاح غرفة العمليات. سبق لكم أن ندتم خلال وفاة امرأة تبلغ من السن 40 رفقة جنينها، يعني هل تم الاستماع إلى هذه المطالب أم أهملت كما أهمل الباقي؟ مع كامل الأسف لا نلقى أذان صاغية لا من السلطات المحلية ولا من الأطر الطبية ولا من المسؤولين، كتغوى كتعيا. واش المشكل؟ أنه صحة هذا المواطن الجنوب الشرقي لا تهم الناس، ما أنه يعاني مع الصحة، ومع أن الصحة حق مكفول من طرف كل الدساتير والقوانين الدولية. شكرا لك جزيلا، كنت معنا على أصوات بعثة المراسلة فخار نور الدين أرفود، أصوات الرباط. نشكر السيد المراسل وكنشكره على الغيرة ديالو والحضور الاحتجاج ضد تردي الأوضاع الصحية بأرفود والنواحي. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.